يلا هاي هذا باو 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 هاي هاي شنو هالساي؟ وين 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 العمال؟ وين اللي يشتغلون؟ مشاريع وهمية وأخرى متلكئة وبنى تحتية متهالكة من جراء اعتماد الحكومات المتعاقبة على البنى التحتية المشيدة في ثمانينات وسبعينات القرن الماضي من دون إجراء مشاريع تأهيل أو تحديث لها، ما أدى إلى تهالكها وتحولها إلى مصائد موت تحصد العابرين يومياً. 4500 حادث منذ بداية العام الحالي شهدته الطرقات في العراق، وحكومة الله لا يوفقني كما يحلو للعراقيين تسميتها تستمر بمسرحياتها الهزلية في استعراض مشاريع خدمية لا ترى النور. وين الآلية ما العمل؟ تقول لا هاي الآلية صراحة وصلت طمية ما وعود لا تتحقق ومليارات تصرف على مشاريع خدمية دون تنفيذ أو تكون في أحسن أحوالها مشاريع تعاني التخسفات وتهالك البنى التحتية في مشهد يتكرر دون معالجات حقيقية، فضلا عن المشاريع المتلكئة لإنجاز الطرق والجسور والتي تبددت أموالها دون إنجاز على أرض الواقع. هاي قوة قوة يغرمون بالعالم با با شوف جلس البون بالعالم قوة. تساؤلات عن مصير الأموال المستحصلة من أصحاب المركبات التي تدفع إلى مديرية المرور العامة ودوائرها المختلفة، وعن التخصيصات المالية لتأهيل الطرق والجسور المتهالكة التي تزهق أرواح العراقيين كل عام دون حلول تذكر. مشاريع تخصص لها المليارات يتم بيعها عبر متنفذين ولا يرى منها المواطن العراقي سوى الفشل الواضح لحكومة الإطار التنسيقي والتي تتستر على الفضائح المتتالية لفساد المشاريع الخدمية وهدر المال العام في ظل قضاء أعمى لا يحرك ساكنا لإنقاذ حياة الآلاف من العراقيين الذين يذهبون ضحايا طرق الموت.